السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل سابع معا العمر المطلق للصخور. العمر المطلق هو أن نحدد عمر الصخور بالسنوات، أي محددة بالأرقام. لقد درسنا في الدرس السابق كيف نحدد عمر الصخور بشكل نسبي، وبشكل نسبي أي نتحدث مثلا بأن عمر الطبقة الموجودة في الأسفل أقدم مثلا أو قديمة، بينما الموجودة في الأعلى أحدث. هنا حددنا عمر الطبقات الصخرية بشكل نسبي، لم نحدد رقم معين ولم نعطي رقم معين، فهنا نتحدث عن عمر نسبي. لكن إذا أعطينا رقم محدد لا يصبح هنا نتحدث عن عمر نسبي، وإنما نتحدث عن عمر مطلق. إذن العمر المطلق هو عمر الصخور بالسنوات محددة بالأرقام. كأن نقول يقدر عمر الصخر بستين مليون سنة. لاحظي سابع، هنا حددنا عمر الصخر بالسنوات، ستين مليون سنة، وهنا لا يمكن أن نتحدث عن عمر نسبي، وإنما نطلق عليه بأنه عمر مطلق. لكن إذا تحدثنا عن أن الصخر هذا مثلا أقدم أو الصخر هذا أحدث، هنا لا لم نعطي رقم محدد، إذا نكون قد تحدثنا عن عمر نسبي. إذا العمر المطلق عمر الصخور بالسنوات محددة بالأرقام. نأتي إلى تطوير المعرفة صفحة 119، وهو إعداد تقرير عن العالم ابن سينا. يمكن إضافة معلومات عن المعلومات التي سوف أقرأها عليكم الآن، وهذه المعلومات ليست للحفظ، هي عبارة عن تاريخ أو معلومات عن العالم ابن سينا وكيف ساعد في علم الجيولوجيا. يعد العالم العربي المسلم ابن سينا من الرواد الأوائل في علم الجيولوجيا عند العرب، وله دور مهم في استخدام مبدأ التعاقب الطبقي للصخور، وقد اعتمد العرب بعده على آرائه في القرون الوسطى. ابحث في دور هذا العالم وأعد تقريرا. لخص ابن سينا مبدأ تعاقب الطبقات في كتاب له عام 1027 ميلادي، إذ قال أن البحر تدفق شيئا فشيئا للأرض ثم تعرض للانحسار، ومن الممكن كل مرة يحدث ذلك فيها أن تتشكل طبقة صخور عليها، وهكذا. أرجو كتابة هذا التقرير الصغير على الدفتر وإرساله لي. نأتي إلى الأسئلة المهمة، وهو التقويم والتأمل، صفحة 119. أرجو السابع أن تفتحي كتابك على الصفحة، صفحة 119، وأن تتابعي معي حل الأسئلة. ألف، ما أقدم الطبقات في الشكل وما أحدثها؟ طبعا أقدم الطبقات حسب مبدأ التعاقب الطبقي هي الطبقة الثامنة الموجودة في الأسفل، وأحدثها الطبقة الأولى التي لم يصلها الاندفاع الناري. طبعا يوجد اندفاع ناري لكنه ليس أحدث من الطبقة الأولى، لأن الطبقة الأولى يا سابع لم يصلها الاندفاع الناري. نأتي إلى ب. ما المبدأ الذي اعتمدت عليه في معرفة ذلك؟ طبعا المبادئ التي اعتمدنا عليها واضح من الشكل الموجود أمامك في الكتاب، بأن مبدأ تعاقب الطبقات ومبدأ القاطع والمقطوع الذي هو عبارة عن اندفاع ناري في الشكل، أيضا عندنا سابع استخدمناه في حل هذا السؤال، مبدأ تعاقب الطبقات ومبدأ القاطع والمقطوع. نأتي إلى جيم، أيهما أحدث، الاندفاع الناري أم الطبقة الثانية؟ إذا انتبهتي سابع بأنه الطبقة الثانية لم يصلها الاندفاع الناري، وبما أنه لم يصلها الاندفاع الناري إذن الطبقة الثانية هي أحدث. لم يصلها الاندفاع الناري إذن الطبقة الثانية هي الأحدث. إذن الجواب الطبقة الثانية أحدث، لأنه حسب مبدأ القاطع والمقطوع يكون الاندفاع الناري أحدث من الطبقات التي يقطعها، إلا أنه في هذا السؤال لم يقطع الطبقة الثانية، لذلك الطبقة الثانية والأولى أيضا أحدث من الاندفاع الناري. نكمل السؤال الأخير من التقويم والتأمل، صفحة 120. رتب الصخور الواردة في الأشكال الآتية من الأقدم إلى الأحدث. ترتيب الصخور طبعا أولا جيم، جيم هي الترايلوبيت، واضح، إذا فهي قديمة، إذا أقدم شيء. ثم يأتي دال سرخسيات بعدها، ثم با أمونيت حقبة الحياة المتوسطة، ثم ألف لنباتات زهرية. إذا جيم دال با ألف، هذا هو ترتيب الصخور حسب طبعا الأحافير.
ب ما المبدأ الذي اعتمدت عليه في ترتيب هذه الصخور؟ المبدأ هو مبدأ تعاقب الحياة، لأن هنا أحافير، وأحافير أي تعاقب الحياة. سابع، كل واحدة فيكن تنقل الإجابة الصحيحة على الكتاب وترسل لي الإجابة على الخاص إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.